بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي متابعين السباكة، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض كيفية تركيب القاعدة الأفرنجي معانا. طبعا بنحاول أول حاجة بنشيل كل الأكياس اللي عليها، ونلاحظ إن مكان الصرف أو مكان الخزان ده ساعات بيكون فيه قطع من الصب بتاع القاعدة، بس مش في كل العادات، يعني انواع معينه ممكن ان احنا يكون فيها الحاجات دي، فاحنا نخلي بالنا برضو منها بحيث ان الحاجه دي لو نزلت داخل القاعده بتضعف الميه بعد كده. يعني بنلاحظ بعد كده ناس يقول لك الميه ضعيفه داخل القاعده، دي بيكون ممكن سببها الحاجات دي، لان انا عندي التجويفه دي كلها بتكون مخرمه، فما بتعديش معانا القطع اللي هي او الحصو اللي بيبقى موجود من الصب بتاع الفورمه بتاعه القاعده معانا. طبعا لقيت فيها قطعتين، فحاولت ان انا برضو نقلبها كده بحيث ان يكون في حاجة تانية او حصو تاني موجود في الداخل معانا، لان ده هيسبب مشكلة بعد كده. الحاجة التانية عامة، زي ما انا اتكلمت، هي مش في كل العادات ان احنا نعمل فيها الكلام دون. لو لقينا في خشانة في الداخل مكان الصرف دهون، تأكد ان هتلاقي فيه القطعة دي، ده معانا الخزان برضو بيبقى جاي متكيس. طبعا معظم اللطم دلوقتي بتكون جاي المكنة جواها بتبقى متقفلة بالشكل ده هو، بس بتكون سايبة، ما بتكونش مربوطة، يعني الرباط اللي هو يمنع معانا التسريب الماي. دي الكاوتشة اللي بتحط معانا تحت والمسامير بتاعتها. طبعا هنحلها ان شاء الله وهنتعلم ازاي تقفلها بالطريقة يعني الصحيحة، لان في ناس بتبعت لي كتير على حكاية تسريب القاعدة دي، وانا اتكلمت قبل كده ان التسريب ده هو له كذا سبب يا جماعة، وهنعرف مع بعض ازاي النهاردة ان احنا نمنع معانا التسريب ده هو. بنحاول ان احنا نحل كل القطع اللي تبقى جاية مع المكنة دي. لو مثلا حد يعني حابب ان هو يشتغل بايده، بس القطعة اللي تتحل نعرف مكانها فين او هتركب ازاي. طبعا القاعدة زي ما انتم شايفين فيها مخرج واحد لدخول المية، غير العادات اللي هي القديمة بيكون كان فيها مخرجين، جنب بيطبب وجنب بيركب عليه العوامة على حسب دخول المية، بس يعني معظم المية تكون دلوقتي كلها موجودة على اتجاه واحد. دي المكنة بنحلها معانا، وبنحل برضو العوامة ان شاء الله، لان هنقفل المسامير مع بعض الاول. طبعا بالنسبة للمسامير دي، في منها بيجي معاها ورد بلاستيك ناشفة مع الورد الكاوتش دي، وفي بيجي معاها ورد بتبقى ساعات استلس او بتبقى صاج محمل، يعني على حسب نوع القاعدة او على حسب نوع المسمار. طبعا اهم حاجة ان احنا بنحط الوردة البلاستيك او الوردة الحديد ده، هي بنحطها الاول وبعد كده بنحط عليها الكليبس او الجوان اللي بيكون طري، اللي هو البيضاوي اللي انت شفته ده بيكون من الداخل معانا. بعد كده بيبقى فيه وردتين تانيين بنحطهم في اسفل الخزان. لو احنا عايزين نقفل الخزان ده على طول او الصامولتنة بربطهم دول يكونوا بعد ما نقعد الخزان على القاعدة ونربطهم من تحت، مفيش مشكلة، بس ده بيكون اول سبب لتسريب المية. ليه؟ لان انا عندي كده لو حصل اي اهتزاز في الخزان تأكد على طول ان هو هيحصل فيه تسريب مية، لان الجزء ده مش متقفل معانا، فالمية هتعديني من مكان المسمار ده هو وتسرب له مية. نيجي نشد السيفون نلاقي المية طالعة من تحت الخزان ما بين القاعدة وما بين الخزان بتاعها. فالأفضل إن احنا نقفلها كده، يكون جاي صامولتين صغيرين دول بتقفلوا على الخزان. لو أنا قفلت بقى مكانتي وقفلت العوامة، لو حبيت إن أنا أختبر الخزان ده من قبل ما أحطه على القاعدة وأملاه مية، مش هينزل مية معانا وهيبان إذا كان في تسريب ولا لأ. ده بحيث لو حد يعني عايز يطمن على الشغل قبل ما يقفله وقبل ما يقفل القاعدة. طبعا الكاوتشة دي بتبقى جاية متقفلة كده، فيها قطعتين، القطعة اللي بتتحط ما بين الصندوق والقاعدة، والقطعة التانية اللي هي الداخلية بتكون اللي هي بتاع المكنة بتركب من الداخل معانا يا جماعة. يعني الكاوتشات دي ما بتركبش من الأسفل،
احنا بنقفل معانا ايه الصامولة، ولو كان معاها وردة بلاستيك ولا حاجة ناشفة بتتحط برضو تحت الصامولة. مفيش بتتربط الصامولة على طول زي مثلا مكان النوفا او الانواع اللي هي موجودة ليزي الستاندر والانواع دي. نحاول برضو ان احنا نضغط بايدينا من جوه على المكنة، نحاول ان احنا نتمكن فيها كويس واضغط، لان الكاوتشة دي بتكون عاملة زي الاسفنج كده، يعني مش كاوتشة ايه جلد، فكل ما بتضغط عليها بتنخ معاك او بتخس معاك عشان يطلع لي سن كافي ان انا اقدر اربط عليه، وفي نفس الوقت برضو ما تصرفش معايا. شايفين الكاوتشة تخانتها قد ايه في المكنة. النهاردة برضو هنتكلم على العومة دي. ناس كتير بيقول لك الخزان بيتملوا مية وبعد كده بنلاقي فيه مية نازلة داخل القاعدة. الدراع ده يا جماعة انا كلمت كتير خالص، وفي ناس يعني ما بتاخدش بالها منه ان ده اللي انا بقدر اتحكم فيه، ده عامل زي المقبض بتاع المحبس او الحنفية، بقلل المية منه وبزود المية منه. يعني انا لو نزلته على الاخر كده مش هنملى الخزان خالص. وبرضه ما ينفعش ان انا الف الدراع ده واطلع الاسانسير البلاستيك ده لغايه اخر الدراع اللي هو راكب فيه البلاستيكيه الخضراء دي او الزرقاء دي على حسب نوعها. يعني ما ينفعش اطلعها للاخر على اخر الدراع، لازم اسيب فيه جزء حوالي 3 او 4 سنتي عشان بيحصل فيها تريح مع الميه والقفل والفتح. بعد كده هتبص تلاقيها خلاص يعني المية عالية داخل القاعدة والمكنة ارتفاعها بيكون واطي، فهتبص تلاقي المية عن طريق المكنة بتنزل لك من داخل القاعدة ويحصل فيه تسريب، وكده العوامة كده ملغية خالص، مبقاش أي فايدة. طبعا بنقرط على الصامولة هي من الأسفل، بعد كده بنحط الصندوق كده هو على القاعدة ونحط الكاوتش. أهم حاجة الكاوتش ده يا جماعة، لو أنا جبت مثلا مكان عندي في انواع بيركب عليها المكن مثلا التاتونج او انواع معينه، وده بيكون الكاوتشه تحته اللي هي الصامله اللي انتوا شايفينها دي بتكون ضعيفه معانا. في الحاله دي احاول اجيب طقم مسمار مكنه كومبينيشن، ده بيتباع لوحده وبيكون معاه الكاوتشه دي وبتكون بنفس التخانه دي بتدي ارتفاع معايا، لان لو الخزان طبع على القاعده معايا تاكد ان هيحصل فيه تسريب، لازم يكون في مسافه والكاوتشة هي اللي ضاغطة معانا المسافة دي لغاية ما يلم معانا. لكن مش معقول ان انا احط الخزان كده وكون الكاوتشة راقية، لازم هيوصلوا لبعض من قبل ما اربط. في الحالة دي هيحصل تسريب معانا. بعد كده بنثبت القاعدة في المكان بتاعها يا جماعة، وبعد ايه بقلم زي كده الوان وبنعلم مكان الاخرام بتاع المسمار، وبدي علام حوالين القاعدة برضه عشان بخش بالقاعدة بعد كده بعد ما اخرم ما تهش مكان المسمار واحدد مكانه بالظبط، لان اقل حركه في القعده بس كده ممكن تبقى خرم يعني في المكان المظبوط، وتيجي تثبت القعده المسمار يغلبك على ما تثبته مكانه. ده الغطا هو، نحاول برضه قبل ما نجمع ان احنا نمشي ايدينا على الغطا والقعده مع بعض كده بحيث ان هو يبقى عدل معانا، لان ممكن يتقفل معاك بيبقى فيه الفتحه واسعه وفي بوش فيها، فممكن تقفل والغطا جاي بزاويه معاك. في الحاله دي ممكن يجي يقعد مثلا على القعده بعد كده لو الغطا ده محطوط ولا حاجه الداخلي اللي هو الغطا اللي تحت ينكسر معانا، ما دام مش مطبع على القعده من تحت تاكد ان هو لو فلت شمال او يمين المسامير دي هتنكسر معانا، او الراس بتاعت المسمار دي بتكون بلاستيك ضعيفه هتتقطع معانا. هو المسمار بيخش المجرى كده بيبات فيها، ده كل الغطيان اللي هي الجديدة اللي موجودة في السوق. وبعد كده بإيه بنربط الصامولة البلاستيك دي من الأسفل معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقفيلها سهل خالص وبسيط معانا. طبعا هنركب معانا المحابس برضو إن شاء الله. الشغل ده أنا اللي مأسسه، عندنا المخارج بتاع الكيعان مع وش البلاط الحمد لله، يعني مش هنحتاج اوعل توصيل معانا. بس الارضيه طبعا للاسف عليت معانا، او الصنايعي اللي كان شغال في البلاط انا كنت واخد له شرب، المفروض ان انا بعمل شرب او الفني الحرف اللي شغال في السباكه بيعمل شرب مثلا على متر، بحيث ان بتاع السيراميك بيجي يشتغل عليه ما بيشتغلش بالبركه وخلاص. فكان في ميول في السقف بتاع الشقة وهو ممشيش على الشرب، يعني دي بتبقى وجهات نظر ما بينه وبين صاحب المنزل. هو اشتغل على البلكونة وانا كنت واخد له شرب على باب الشقة، لان البلكونة السطح فيه ميل رامي على الخارج على خارج الشارع يعني، وطبعا البلكونة بره على الشارع، فكان في ميول جامدة
هو طبعا انا ما رضيتش اشتغل على البلكونه، لان البلكونه دي انا اقدر اتحكم فيها انني ارفعها شويه او انزلها، مفيش مشكله دي فيها يعني، لان انا عندي الحلق اللي تحت بيكون معايا 5 سنتي. فهو ساب الباب الشقه خالص واشتغل على البلكونه، وللاسف على الارضيه معانا. يعني انا كنت عامل الصرف دون على 13 سنتي، ده من بالنسبه للبلاط اللي ما بينه وما بين بلاط الارضيه يعني، فعلي معانا شوية، بس مفيش مشكلة يعني. المانيجا كده كده السوستة بتجيب معانا المسافة اللي أنا محتاجها، وهو كل ما بيكون الصرف أوطى من القاعدة بيكون أفضل في عملية السحب أو الشفط. لما تيجي تشد السيفون بتبص تلاقي القاعدة تشفط ميتها بسرعة، لأن كل ما بيعلى بيرد معايا المية داخل القاعدة. ده معانا محفظ زاوية ميجا ستار، ده صناعة مصرية حاجة معتمدة بصراحة كويسة بضمان. بنحاول نقفل في الرباط، بيبقى الجزء العكس السن ده يا جماعة بيكون في جزء مضلع كده بنربط منه عشان ما نجرحش أو ما نأذيش المحبس معانا. بنخلي المخرج بتاعه للأسفل أو واخد زاوية بسيطة في اتجاه القاعدة. ده معانا طبعا المحبس ده فيه منه بيبقى فيه منه نوعين، نوع مثلا كوبشة مضلعة وفيه كوبشة مثلثة زي كده. بالنسبة للصرف برضو اللي هي المانيجة دي، الناس بتسألني الصرف بتاع القعدة دي مثلا اسمها ايه، دي بتبقى اسمها مانيجة سوستة. في منها المقاسات يعني، في منها الطويلة وفي القصيرة. دي ميزتها الحلوة برضو ان هي بيكون فيها جوان في الخارج وجوان في الداخل اللي هو بيركب معانا في القعدة، والجوان اللي في الخارج ده بيخش برضو يحكم معايا بحيث ان هو بيطبع لي على الماسورة من الداخل. ده الكوع النزل معانا، نحاول نجمع الوصلة بره على الكوع الاول عشان متغلبناش في التركيب بعد كده يا جماعة. الكاوتشة دي بيبقى فيه الكاوتشة العريضة دي بتركب من الخارج معانا في الجزء بتاع الكوع، والبلية الداخلية دي بيكون فيها كاوتشة برضه، دي بتفضل ثابتة داخل البلية عشان تجمع لي على الفتحة بتاعة القاعدة دي، ما يحصلليش برضه تسريب فيها. بنحاول نسنطر البلية، طبعا هي بتبقى في ساعات كوع تلاقي في البلية دي ناشفة شوية، ممكن بمسمار ولا حاجة وأوجه البلية على الاتجاه اللي أنا محتاج. طبعا قفلت عملت الخرام بتاعتها، بتركب بمسمارين 10، وبعد كده بنقفل معانا الوصلة هون. ممكن مفتاح فرنساوي زي كده، بقفل معظم الشغل بتاعي خلاطات ومحابس وكله بيه. وبس يعني انا دايما بحب اشتغل بالبنز، ولو مش متوفر العدة دي مثلا ممكن مفتاح بلدي 22 هيجيب معانا برضو الصامولة بتاعة الوصلة. طبعا المخارج بتاع القاعدة في التأسيس لما بكون بناخد الدخول بتاع الخزان ده هو لوحده بيكون افضل يعني. ده معانا الدراع، ده بيتثبت في الغطاء من في الخارج. في ناس بيقول لك انا عندي الزرار الضغط ده هو بضغط عليه بينزل وما بيصفليش الميه او ما بينزليش ميه داخل القعده. طبعا في معظم الانواع بيكون في وردة هنا في اخر الدراع ده هو دي اللي بتنزل لي على الوردة بتاعت المكنة جوه بتضغط معاها، ممكن دي تكون سايبة يا جماعة، فاحنا نرفع الغطا ونبص عليها مفيش مشكلة. وانا حاطط رقم الواتس بتاعي لو اي حد محتاج اي حاجة. ناس كتير بتسألنا على رقم التليفون 010-62-85-92-76، ده رقم الواتس بتاعي، يصورها ويبعتها لي بس، او لو اي مشكلة وانا هقول له يعمل ايه ان شاء الله. طبعا الدراع جه طويل معانا بس مش في كل الاعداد، على حسب ارتفاع برضو الخزان معانا
بس انا قفلته على الاخر لغاية ما رد معانا في التاتش، وللاسف برضه كان طويل، وده بيرفع معايا الغطا، ما بيخليش الغطا يطبق على الخزان. في الحالة دي هيحصل في تسريب، لازم يكون في براح او الزرار ده هو يكون معانا ايه نازل شوية عن مستوى الغطا، لان لو هو حمل على المكنة تأكد ان هيبقى في تسريب شغال دايركي على طول. هو الدراع ده كلته سن من فوق لتحت، يعني احنا قصرنا منه شوية، ما بيزعلش، ما فيش مشكلة. بعد كده بنقفل عليه الوردة اللي انت شفتها دي عشان ما يسيبش معانا، دي صامولة زنق كده بتتربط عليه، نفس فكرة المكنة برضو النوفا، بيكون برضو فيها الوردة دي او الصامولة. بعد كده بنحاول نقفل بالاسمنت. طبعا في ناس يقول لك السيليكون افضل، هو كل واحد على حسب ما بيرتاح يا جماعه. يعني هو السيليكون بالنسبه للحرفي او اللي شغال، الفن اللي شغال، بيكون اسهل له من الاسمنت كمان، بس الاسمنت افضل بالذات في حكايه الميه او البلاط بتاع الحمام. اهم حاجه ان احنا نحاول نضغطه بايدينا كده عشان ندي كميه، ما نقباش في الخارج بس، لان لو الاسمنت ده ناشف وعملت من الخارج بس كده هيطرش او يطلع معانا بعد كده، فلازم تكون الاسمنت طري سنه، ونضغط ممكن بسكينه معجون لو مش حابين نشتغل بايدينا، وبنحاول نضغط الاسمنت ده عشان يخش جزء منها، لان معظم الاعداد دي ما بتكونش عدله، يمكن انتوا شايفين فيها هي مطبعه من ناحيه ومن ناحيه لا، على حسب الفورم من تحت، ساعات ما بكونش مطبعه معانا. يا رب نكون قدمنا لكم حاجه مفيده، ومعلش كنت طولت عليكم، وما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناه عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.